إذا وصلت المصلى أو خلنا نقول الناس قسمين، الناس تصلي في المصلى، الناس تصلي في المسجد. اللي يصلي في المسجد طبعا إذا دخل المسجد يصلي تحية المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا تسمى تحية. طيب إذا كان في المصلى هل هناك تحية للمصلى أو ليست هناك تحية للمصلى؟ لم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، لأنه كان الإمام فكان يأتي وقت الصلاة، ولم يثبت عنه شيء من قوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يأتي شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تصلى تحية المسجد في مصلى العيد أو لا تصلى. عن النبي ما ثبت شيء لا من قوله ولا من فعله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم نجد شيئا عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه فننظر في حال الصحابة رضي الله عنه. فنظرنا في حال الصحابة فوجدنا بعض الصحابة يأتون إلى مصلى العيد ويجلسون مباشرة، وبعض الصحابة كان يأتون لمصلى العيد ويصلون ركعتين قبل أن يجلسوا. فالأمر في هذا واسع، يعني إذا جئت مصلى العيد وجلست ما عليك شيء، وإن جئت صليت ركعتين أيضا ما عليك شيء. الأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى، صليت ركعتين أو ما صليت ركعتين الأمر فيه سعة، لأنه لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن الصحابة الفعلان الصلاة وعدم الصلاة، فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى.